السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بألف خير. ان شاء الله اليوم غادي نحضروا واحد الوصفه اللي هي سريعه التحضير وسهله، والمذاق ديالها جميل جدا حبايبي. الكبده ساندويتشات، المذاق ديالها خرافي جدا حبايبي الكرام. المكونات بسيطه. الى اول مره تدخلوا قناتي ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا حبايبي. نتلاقوا بعد الفاصل ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. حبايبي الكرام، بعد مني حضرت المكونات اللي غادي نستعملهم في هذه الوصفه، هذه اللي غادي نستعمل فيها بهارات مشكله للطريقه اللي كتعجبكم نتوما واللي كتستعملوها في البيت. من جميع البهارات انا غادي نستعمل باش تكون فيها واحد النكهه اللي جميله جدا مني كنكون نسلقها، حيت من الاحسن تسلقوها من بعد ديك الساعه تعملوا بها اللي بغيتو. من الاحسن حبايبي الكبده كتبغي السلق من بعدين كتقلى. انا كنشوف بزاف ديال الناس كيقليوها بدون ما يسلقوها، ما كيكونش عنده واحد المذاق كتبقى فيها حيت هو فيها الدم من الداخل، ضروري شي اكيد كتبغي السلق. انا هنا ضفت ليها الثومه، انا كنستعمل الثوم عندي في المجمد باش كنكون الوقت اللي بغيتو انا مستعجله كنخرجو نستعملو. هنا غادي نضيف ليها انا شويه ديال النعناع يابس، كذلك فلفل اسود، زنجبيل ابيض، فلفل احمر، جميع البهارات المشكله عندي في البيت، وكذلك بقدونس يابس ورق غار استعملت حبايبي، نصف بصل قطعته، وكان ضفت لي هنايا الملحه، الزيت، الزيتون، والزيت العادي اللي نستعمله في الطبخ. وكذلك غادي نضيف عليه هنا الماء دافي، وغادي نرفع عليهم فوق النار لمده ديال نصف ساعه حتى نخليهم يتسلقوا مزيان. من بعد كنصفيهم من داك الماء ديالهم وكنقطعهم باش ندوزوا المرحله اللي من بعدها. حبايبي الى اول مره تدخلوا قناتي ما تنساوش تشتركوا في القناه باش بقى دائما الجديد ديالي يوصلكم حبايبي. وشكرا لكم بزاف، ولا عجبكم هذا الفيديو هذا هذاك الوقت ما تنساوش تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا. غادي نخلي لكم المقادير ديال هذه الوصفه في صندوق الوصف. نتمنى تعجبكم وتشاركوا هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم حبايبي الكرام. هنا حبايبي الكرام انا قطعت السلطه اللي هي فيها الخيار والبندوره وكذلك البصل والبقدونس. غادي نضيف ليها هنا معلقتين زيت زيتون مع رشه ملح وعصير ليمون، وغادي نخلط هذه المكونات مزيان حبايبي. غادي نضيف عليها من فوق فلفل احمر وسماء، وغادي نخليها على جنب حبايبي باش نرافقها مع هاد الوصفه هادي. انا حبايبي الكرام انا هنا حكيت راسين ثوم او هرستهم، ضفتهم مع الزبده اللي ذوبتها في الطنجره. هذا هو الشكل ديال الكبده حبايبي بعد مني تسلق مزيان. قطعته انا هنايا بحال هكذا على هاد القطيعات هادو طريفات صغيرين.
التقطيع يعني بين وبين. غادي نحطهم بحال هكذا في الطنجره مع الاستمرار في التحريك حبايبي. غادي نضيف عليهم شويه ديال الفلفل الاسود والكمون وشويه بهار مع الاستمرار في التحريك حبايبي، ورشه ديال الملح صغيره قبيصه يعني، مع انا ضفت الملح من قبل. وغادي ندوزو للمرحله المواليه حبايبي مع الاستمرار في التحريك باش ما كتحرقش لينا في الطنجره. هاد الصلصه ديال الثوم حبايبي غير مره ان شاء الله غادي نحضرها معكم، اللي هي بمكونات بسيطه جدا. كتجي هاد الصلصه رائعه جدا اللي كنضيفو مع صلصه ديال الشاورما اللي هي الثوم. حبايبي الكرام، هنا انا غادي نفتح هاد الخبيزات هادو من الجنب وغادي ندهن ليهم هاد الصلصه ديال الثوم. هنا حبايبي الكرام، مني فتحتهم انا من الداخل ضفت ليهم ديك الكاتشوب او كيف ما تيقولوا ليه السوريين الثوم العربي، ضفته هنا من الداخل حبايبي الكرام، حيت كيجي في المذاق ديال الساندويتشات او الشاورما جميل جدا، هو اللي كيسرع ساندويتشات حبايبي جميع انواع ديال الساندويتشات. انا ضفت ليه هنا الكبده من الداخل، انا ما غاديش نضيفه مع شي حاجه واخا قليت البطاطا، ولكن كنخليها ابار ما كنضيفهاش مع الساندويتشات ديال الكبده، كنخلي غير الحشوه ديال الكبده فقط مع الصوص ديال الثوم. كيف ما كتشوفوا معايا انا عمرتهم هنا كاملين. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم حبايبي، الى عجبتكم اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، وشكرا لكم بزاف حبايبي الكرام. بطبيعه الحال غادي نخلي لكم المقادير ديال هذه الوصفه هذه في صندوق الوصف. شكرا لكم بزاف حبايبي، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي مع التيك توك وتويتر في صندوق الوصف، وغادي يطلع لكم دابا فيديو في الايقونه الفوق غادي يعجبكم بزاف. نتمنى تحضروا حبايبي، راه فيه فيديو مفيد جدا بالنسبه للطريقه ديال تحمر الدجاج في مع الفريكه بمكونات بسيطه كذلك حبايبي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الوصفه هذه اللي هي عباره عن ساندويتشات سريع التحضير حبايبي. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في نهار جديد وفي فيديو جديد اللي يعجبكم وتستافدوا منه ونستافدوا من بعضياتنا جميع ان شاء الله. الى اللقاء حبايبي الكرام، نتلاقاو ان شاء الله عما قريب. الى اللقاء حبايبي.